انت اذا بتستثمر ساعتين قراءة باليوم، انت بتقرأ اكثر من 70 كتاب بالسنة، انت بتقرأ اكثر من ايلون ماسك كتب، انت بتقرأ كتب اكثر من ما بيقرأوا اغنى اغنياء العالم، ومعدل قراءتهم 50 كتاب بالسنة. شايف الساعتين اللي انت بتضيعهم في ببجي شو كمية المخزون المعرفي الهائل اللي ممكن تتلقاه؟ وهذا بيساعدك، بيساعدك في فهمك للواقع، فهمك للحياة. الناس بتحب تسمع لك، ناس تستفيد منك. إذا رحت على مقابلة، اللي بيقابلك حاب يوظفك، لأنه هذا البني آدم مبين عليه فهمان واضح، عنده مخزون معرفي مرعب.